خير مساء الخير، انا الدكتور سالم يا محمد دكتور. سالم. ازيك يا دكتور؟ وحشني الله يخليك يا كابتن، أخ الله يا يخليك. دكتور. يعني عدايا كنا متأملين فيه خير، ان هيجي يضيف للكرة المصرية. لم يلعب سوى مباريات لا تعد على اصابع اليد الواحدة، اعتقد جاب جون او جولين. هل هو ده مستوى عدايا اللي احنا كنا منتظرينه، او انت كنت منتظره؟ لا طبعا عدايا معروف، يعني لعيب، هو لعيب جزائري دولي، واخد بال حضرتك، هداف فريقه في الشامبيونز ليج اللي فات، ولعب قصاد الاهلي ماتشين، ولعب قصاد الاسماعيلي ماتشين. كون ان هو جه حصل له اصابه او الكلام ده كله، انا ما سمعتش النقطه اللي حضرتك كنت بتقولها. هل كنت بتتكلم على انه زايد في الوزن ولا ما خدش زايد في الوزن؟ لا انا حاسس انه مش طبيعي. لا مش قصه مش طبيعي. انت عارف حضرتك، هو كان جات له اصابه ايوه، وقبل ماتش الافريقي وتعالج منها ودخل ماتش المقاولين وكان موفق، وبعديها بدا يخش في مباراه وديه جات له كدمه، واخد بال حضرتك. انت عارف الماتشات الوديه ما بنلعب مع فرق في الدرجه الثانيه والثالثه بتدوس والكلام ده كله، بتدوس. بيبقوا متحمسين ان هم يلعبوا قدام الاهلي والزمالك، فهو جات له برده كدمه في الماتش ده، اتغاب ماتشين عن فريقه. طبعا انت عارف حضرتك كان في ازمه في خط هجوم النادي الزمالك بصراحة الله يكون في عون حسام بصراحة. يعني طبعا هو الولد شايف حماس الكابتن حسام وغيرته، وانت عارف الجزائريين برضو عندهم الحميه شويه، فحابب يجامل الكوتش بتاعه ويخش. لا لا لا، استنى 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 يا دكتور، استنى يا دكتور. اتفضل. انت بتقول لي عدي ايه وعايز يجامل ايه؟ عايز يبين نفسه، عايز لا، في هناك نفسه، فرق يبين نفسه ويجامل. ده عايز كلام في يظهر قدام الكرة، الكوتش بتاعه ان هو كلام في الكرة ده مرفوض يا دكتور. موجود وسليم عشان يلعب. طب هو هل ده سليم وضع ولا، طبيعي. طب هو سليم ولا مش سليم؟ ده الدكتور بتاعه يقول، لكن هو ممكن انا ابقى 80% كويس، واخد بال حضرتك، مش 100% او مش 90%، وانا شايف الفرقه محتاجاني، فالحميه بتاخدني ان انا احاول اشارك عشان اساهم مع زملائي. انت عارف حضرتك كان الماتش ده بالنسبه للزمالك حياه او موت، حياه او موت. محاوله بالظبط بالظبط. التقدم فيه، فكان هو حابب يشارك، واخد بال حضرتك، والتوفيق بتاع ربنا. انت عارف حضرتك فلافيو قعد في الاهلي سنه، ما حدش اتكلم على فلافيو. لا لا لا، ده انا لا لا، استنى استنى يا دكتور، ده انا هريت فلافيو. لا انا ماشي، انا شخصيا عايز ده جاب جون بقفاه لو تفتكر. تمام يا كابتن مصطفى، الله ايوه. ينور. احنا بص، ما بنخبيش حاجه يا دكتور. كابتن مصطفى، انت انا عارف حضرتك دايما فير، ودايما بتتكلم للصح وللصالح العام، ومالكش مقارب شخصيه، وانا عارف الكلام ده كويس لان انا اعرف حضرتك شخصيا. ربنا يخليك يا دكتور. مش عايزين، يعني يمكن احنا عدمنا ابو كوني لو كان خد شويه ثقه زي اللي خدهم اي لعيب زي كده كان بقى كويس. رغم ان انا مش وكيل بقى ابو كوني برضه، عشان بس بحرك. انت جاوبت خلاص. لا، ما انا بقول لحضرتك انا مش وكيل ابو كوني، لكن برضه اللعيب لما بياخد شويه ثقه بيأدي. اكيد اكيد. يعني التوفيق بتاع ربنا. قد يكون، فاكر حضرتك قاسي سعيد لعب مع قاسي الزمالك موسمين، في نص الموسم الاولاني ما كانش موفق موجود نهائي، في السيزون الثاني كان هداف الدوري المصري. صح صح، واخد بال حضرتك، هي جو المباراة. يعني انت عايز تقول ان عدي ما كانش سليم 100%؟ اعتقد هذا. طيب قول لي اخر اخبار عماد محمد ايه؟ انا عارفك انت وكيله، وهو جانا هنا اول ما نزل مصر، وانا بشكرك عليها طبعا. يعني لا، تحت امرك. عماد محمد هو لغايه دلوقتي ما فيش، كان في بعض العروض اللي معايا انا شخصيا اتعرضت عليها من السعوديه، واخد بال حضرتك، بس ما كانتش دارقه لاحلام نادي الزمالك والمبالغ اللي هم طالبينها. ف اللاعب فاضل في عقده سنه زائد سنه بلس اوبشن، يعني في سنه زي سنه ثانيه فيها اوبشن عشان المشي. فهو لو لغايه دلوقتي ما جاش عرض يرضي طموح نادي الزمالك هيرجع، يكمل العقد بتاعه ده. بس انا قريت موضوع العماد ان هو مش عايز يرجع ومش متاقلم في البلد وبتاعه كده. لا، هو قال ان الاسره غير متاقلمه، لكن هو شخصيا نادي الزمالك بالنسبه له نادي كبير، وعقده في نادي الزمالك عقده كويس، واخد بال حضرتك، فهو ما عندوش مشكله. هي لو اتأزم الموقف وما جالوش عرض يرضي طموح نادي الزمالك الاول، لان نادي الزمالك هو اللي في ايديه القول الفصل زي ما بيقولوا، لو ما جاش العرض اللي يرضي نادي الزمالك هيجي وهيكمل وهيلعب. عقد عدي قد ايه يا دكتور؟
عقد عوديه ثلاثين ونص، ثلاث سنين ونص يعني. يعني يعني نتمنى لعوديه التوفيق الفتره اللي جايه الحقيقه، لان هو السنه دي ما عملش حاجه خالص لنادي الزمالك، ولا لاسمه ولا لعيب دولي كبير زي عوديه، لعيب جزائري من بلد شقيق كلنا بنعتز بيها. دكتور سالم شكرا جزيلا لك، وبالتوفيق لعوديه ولعماد محمد الحقيقه.